مياه في كل مكان. تظهر الصور الجوية فداحة الأضرار التي أصابت منطقة كروتوني الزراعية جنوب إيطاليا، حيث غطت مياه الفيضانات الشوارع والمراعي والحقول. أعمال إزالة الأنقاض بدأت في سردينيا، حيث أصيب آلاف البيوت والشوارع والجسور بأضرار فادحة بفعل هذه الفيضانات. إنها كارثة حقيقية، لا شيء يعمل هنا. الاتصالات صعبة للغاية، وسكان ضفاف الأنهار هم الأكثر تضررا. هؤلاء الناس فقدوا بيوتهم وكل شيء تقريبا. كثيرون منهم كادوا أن يغرقوا في بيوتهم يوم الاثنين الماضي. سبحت أنا وصديقي إلى الخارج من خلال النافذة. فقدت عائلتي ثلاث سيارات وأصبح بيتنا خراباً. ببساطة دمرت حياتي. من جهتها وعدت الحكومة الإيطالية بتقديم 20 مليون يورو كمساعدات عاجلة، وهو مبلغ غير كاف لعملية إعادة الإعمار التي ستمتد لسنوات من أجل إصلاح ما خربته عاصفة كليوباترا في دقائق.